أسعد الله صباحكم مشاهدي نشرتنا اليوم الأحد 11 أكتوبر. في يوم 12 أبريل عام 1934 سجلت أقوى سرعة للرياح على جبل واشنطن في نيو هامبشير، والذي يعتبر أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة بطول 6288 قدم، أي ما يعادل 1917 متر، وقد بلغت سرعة الرياح 231 ميلاً في الساعة. وننتقل لأجواء الأمس، حيث سادت الرياح الشمالية النشطة خاصة على بحر الخليج العربي، مما أدت إلى اضطرابه. وتشكل الضباب على مناطق متفرقة بين أبوظبي والعين وما بين أبوظبي ودبي، وكذلك على المنطقة الموصولة بين دبي والعين، وقد انخفضت الرؤية الأفقية إلى 50 متر. أما الطقس الحالي فتشير صورة الأقمار الإصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى أن الطقس صحو بوجه عام بعد انقشاع الضباب الذي تشكل صباحا على مناطق متفرقة من الدولة. وبالنسبة لدرجات الحرارة الحالية والمسجلة في حدود الساعة 10:30، أقل درجة حرارة مسجلة في جبل جس 27.5 درجة مئوية، بينما أعلى درجة مسجلة في حتى 38.1 درجة مئوية، وكانت العظمى بالأمس 42 في الجور في حدود الساعة 2:30 ظهراً. وننتقل مشاهدين الآن للطقس المتوقع. كما نلاحظ من الخارطة السطحية المحللة لصباح هذا اليوم امتداد مرتفع جوي نحو الخليج العربي، مع وجود امتداد منخفض جوي من الشرق، حيث يعمل هذا النظام على تسارع ونشاط الرياح الشمالية الغربية خاصة فوق البحر، ويكون الطقس بإذن الله صحو على أغلب المناطق، كما تنشط الرياح على بعض المناطق الغربية لتكون مثيرة للغبار والأتربة، مما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، والفرصة مهيئة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية الوسطى من الدولة صباح الغد الباكر. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، والتي تميل للانخفاض خاصة على السواحل والمناطق الغربية نتيجة لسيادة الرياح الشمالية على الدولة، فتكون على الساحلية في أواسط الثلاثينيات وفي الداخلية في أوائل الأربعينيات، بينما في الجبلية في أواخر العشرينيات. وبإطلالة سريعة مشاهدين على حالة البحر في الخليج العربي، مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 إلى 4، يصل إلى 5 أقدام قرب الساحل ومن 6 إلى 8 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 12:46 دقيقة ظهرا، والجزر بيكون الساعة 6:27 دقيقة مساء. أما في بحر عمان فبيكون حالة البحر في خفيف إلى متوسط، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن 2 إلى 4، يصل إلى 5 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 8:38 دقيقة صباحا، والجزر بيكون الساعة 3 دقيقة عصرا. وبالنسبة مشاهدينا لأوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي، الغروب بيكون الساعة 6 مساء، والشروق بيكون الساعة 6:19 دقيقة صباحا. أما أوقات اختفاء وظهور القمر، الاختفاء عند الساعة 5:10 دقائق مساء، والظهور عند الساعة 5:38 دقيقة صباحا. طقس الغد تبقى فيه الفرصة مهيئة لتشكل الضباب خاصة على المناطق الداخلية الوسطى من الدولة، ويستمر اضطراب البحر في الخليج العربي خاصة صباحا، ويضطرب أحيانا ظهرا شمالا في بحر عمان. نترككم مشاهدين الآن مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. شكرا على متابعتكم، وفي أمان الله. Thank you.